الحمد لله الملك القدوس السلام الذي أعطى كل شيء خلقه على الكمال وعلى التمام، رفع السماء بلا عمد والأرض وضعها للأنام، فيها جنات معروشات وغير معروشات والنخل ذات الأكمام. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامج لوجه الله. يقول الله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. الخير دائما في القلة الثابتة والثلة الصامدة، فلا تنخدع بكثرة الأعداد وزهوة المظاهر وفخامة الألقاب، ولكن انتظر بعد المرور على نهر الاختبار لترى الحقائق في وضح النهار. طالوت قائد الجيش يقول لجنوده كما جاء في كتاب الله العزيز: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. الدنيا كلها في هاتين الكلمتين: إلا قليلا منهم. هؤلاء هم القليل في كل عصر، شعارهم: نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. خلق الله الدنيا من أجل أن يفرزهم، يفرز هؤلاء القليل من الكثرة. الدنيا كلها هي النهر الذي يجري تحت أقدامنا، وكل واحد منا يغترف منها، فاغترف غرفة بقدر استكمال المسير وحسب. مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن يكون معنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور سلام عبد القوي. أهلا بفضيلتكم. أهلا بكم ومرحبا. عنوان مقدمة اليوم: الخير دائما في القلة الثابتة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: القلة والكثرة في ميزان الله سبحانه وتعالى تختلف عن معناها في أذهان الناس وعقولهم وحياتهم، فالناس دائما يغترون بالكثرة ويتشجعون وينتسبون دائما إلى الكثرة، والكثرة في ميزان البشر إما أن تكون في أمر توافق الناس عليه فلا خلاف بينهم، وإما أن يكون من يشجع على الكثرة صاحب مصلحة وصاحب منفعة، فيجمع الناس لما يحقق أهدافه ومصالحه. أما في ميزان الله سبحانه وتعالى لا اعتبار للقلة أو للكثرة، الاعتبارات تكون للمبدأ أو للعقيدة وللمعنى وللهدف. فإذا كان الحق واضح جلي، لا عبرة هنا هل يتبعه أهل الكثرة أم أهل القلة، طالما أن الحق واضح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه يقول: اللهم أرنا الحق حقا، يعني واضحا جليا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، يعني واضحا وجليا، وارزقنا اجتنابه. والناظر المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصص الأنبياء من قبله صلوات الله تعالى عليهم أجمعين، نرى أن هذا المعنى هو الملازم لهم جميعا، أن يكون الواحد منهم ومن معهم على الحق أينما كان الحق. هم بقى قلة أو كثرة، هذه الموازين لا يعرفها أصحاب العقيدة الثابتة،
فمثلا عندما نرى ما حدث مع سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وخرج بمجموعة من قومه، ماذا قال عنهم فرعون؟ قال إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. يعني المجموعة القلة المندسة دي هتغزنا كلنا وتضايقنا كلنا، ده احنا نخلص منهم. طيب هذه نظرة فرعون، لأنه طاغية ومستبد ومتكبر، والمقاييس عنده تحسب بالكثرة صاحبة المصالح اللي كنا بنتكلم عنها من شوية، التي صنعها هو لتكون خادمة له. طب النظرة بقى من ناحية المجموعة اللي كانت مع سيدنا موسى، لما وجدوا فرعون قادم، بعضهم يعني بعض القلة هؤلاء، قالوا إنا لمدركون، إحنا رحنا في دهية، ماذا قدمت لنا يا موسى؟ لا نفعتنا وانت موجود ولا هتنفعنا الآن من بطش فرعون، إنا لمدركون. هنا كان لابد على أصحاب العقيدة أن يتعلموا درسا لا يمكن لأي واحد منهم أن ينساه أبدا، وهذا الدرس الذي أجراه الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا موسى عندما قال لهم كلا. وكلا في اللغة العربية أداة ردع، يعني اسكت ما تتكلمش. كلا إن معي ربي سيهدين. وإحنا قلنا قبل كده كنا بنتكلم فيما يسمى بالقوانين القرآنية، في حاجة في القرآن كده اسمها قوانين قرآنية، اللي هي منها إن الله لا يصلح عمل المفسدين، دي قانون في القرآن لم يتغير ولم ينسخ وسيستمر إلى أبد الآبدين. منها برضه إن معي ربي سيهدين، هذه المعية تؤدي إلى الهداية، سيهدين. فإذا استشعرت أيها العبد، أيا كان بقى معك ناس ما معكش ناس، أنت لوحدك حتى يعني، طالما أنك على الحق، إن معي، تستشعر معية ربنا معك، النتيجة سيهدين. أول ما قال كده فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، على طول فاء في حرف الفاء اللي يدل على سرعة الترتيب والتعقيب، واضرب بعصاك البحر بسرعة. فإذا القضية مش قضية كثرة ولا قلة، بل بالعكس ده في قلة يعني ممكن تؤدي إلى الهلاك أيضا، وفي كثرة كما أن الكثرة قد تؤدي إلى الهلاك. القضية مش قضية كثرة ولا قلة، القضية قضية أن تكون على الحق. مين معك بقى على الحق؟ دي مسألة لا تبالي بمن معك، المهم أن تتأكد من موضع قدمك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الثبات على الحق حتى نلقاه وهو راد عنا. اللهم آمين، وجزاك الله كل خير فضيلة الشيخ.